السلام عليكم ليكيب، جيسبر كو فوز علي بيان، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو، معكم توجور كوثر من قناه كوثر دازاد. اذا عجبكم هذا الفيديو واذا ايضا عجبكم محتوى القناه بشكل عام، ما تنساوش تشتركوا في القناه، تخلوا لي هنايا جيم وايضا تعليقاتكم. فيديو اليوم كما راكم تشوفوا فيه عنوان الفيديو اللي هو كيف تجعلين شخصا ما يندم على فراقك. شخص خدعك، غدرك، خان ثقته فيك، شخص محفك الى ما في ذلك، شخص كنت حاطته في اعلى المراتب على فانت كونت خرج لك خرجه واعره. اولا لازم تعرفوا ما هي الاسباب اللي تخلي الطرف الثاني يتخلى علينا. يعني اكيد تتعدد الاسباب، لكن هناك سببين اساسيين اللي تخلي الطرف الثاني يسمح ولا يتخلى. السبب الاول اللي هو الاهتمام الزائد. اكيد الاهتمام حاجه شابه، هو يعني اساس نجاح العلاقه الزوجيه او اي علاقه كانت، لكن الاهتمام الزائد انه يكون يعني اهتمام من جهتك برك والطرف الثاني ما يكونش هناك مقابل، هنا تخسر العلاقة. هناك مثل يقول من عندي ومن عندك تنطبع، لكن من عندي برك تنقطع. وأيضا السبب الثاني اللي هو الطيبة الزائدة، أكدوا لي عليها. لاجونتياز حاجة شابة، هي نقطة قوة وليست نقطة ضعف، لكن الاهتمام الزائد، عفوا الطيبة الزائدة لدرجة الهبل، تؤدي إلى أنه الطرف الثاني يسمح. يعني أنك يعني توصلي أنك تكوني طيبة لدرجة انك تسمحي في حقك وايضا تنازلي على مبادئك لارضاء الطرف الثاني، هنا اكيد الطرف الثاني يسمح لانه يشوفك انك انسانه سهله الملل. اوكي طفرت وصلت. الان كيف تسترجعين كرامتك او كيف تخلي يعني الطرف الثاني يندم على فراقك؟ حاجة الاولى اللي نبداو نهضروا عليها اللي هي لا رياكسيون او رده الفعل. اكيد رده الفعل راح تكون طبيعيه، انه تنصدمي لانه هذا الطرف كنت حاطته حاجه في حياتك، تخلى عليك، سمح فيك بسهوله، خدعك الى ما في ذلك. يعني لا رياكسيون كما قلت تكون طبيعيه، اكيد تكون صدمه بالنسبه للطرف الثاني، لكن حاولي التحكم في اعصابك. يعني ما تكتريش الميساج تاع ربي سهل عليك وخدعتني وغدرتني وانا كنت حطيت كلش الى ما في ذلك. في عود ما ديري هكاك، خلي كلمه او كلمتين وجبدي روحك نهائيا، جبدي روحك من مواقع التواصل الاجتماعي، من التليفون، حتى من الحياه العامه، جبدي ديفينيتيف وخلي للطرف هذاك الحريه في العيش كما يريد. يعني اول حاجه اللي هي التخلي، يعني تحكمي في نفسك، صبري، كوني صبوره، تحكمي في اعصابك وتخلي على الطرف الثاني نهائيا. الحاجه الدوسيه اللي نهضروا عليها اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك. هناك ناس تقول لك الفيسبوك تحريشه ماشي معيشه، لكن العكس، الفيسبوك الآن في وقتنا الحالي أصبح يعني ولا كما يقولوا بطاقة هوية، يعني تعرف بنا وأيضا على مزاجنا وكيف نشعر إلى ما في ذلك. يعني أكره يعني هذيك المنشورات من هذاك القبيل، يعني غدرني وخدعني والبكاء على الأطلال وما على باليش، نكره هذا النوع من المنشورات. أنا أفضل أنك أوكي ما تكونيش منافقة، تكوني متصارحة مع نفسك، لكن في الوقت اللي راك تعيشي فيه وتحسي فيه يعني بصدمة، تحسي أنك لستي بخير، تحسي روحك ماشي مليحة، أثبتي عكس أو أظهري عكس ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، أنك تعيشين حياة عادية، أنك سعيدة في حياتك. يعني في هذاك الوقت اسيي ما تكزاجيريش، لكن تبارطاجي ذا بيست مومنت اللي راكي تجوزي فيهم، سواء مع لي زامي، مع لا فامي، مع الحباب، انسي دو سويت، لانه الطرف الثاني راح يبدا يتساءل، يعني بالرغم من اني سمحت وتخليت فيها، لكن هي تعيش حياه هانئه، يعني تعيش بخير سعيده، يعني انا لست اكسجين كما كنت اعتقد، انا لست كل شيء في حياتها. يعني هنا بهذه الطريقه ترجعي كل واحد لحجمه الطبيعي او قيمته الطبيعية، ما يعيش يحس روحه حاجة كبيرة ولا بطاطا خشينة ولا انه هو كل شيء في حياتك وانك بلا به ما تسوي والو. لانك كل ما كنت تبيني بلي ما راكيش مليحة وتبكي الى ما في ذلك، لن تثيري شفقته ابدا، يزيد يكره اكثر ويزيد يبتعد اكثر. الرجل ليس مثل المرأة. اوكي هذه الحاجه الثانيه اللي نهضروا عليها اللي هضرنا عليها اللي هي لي ريزو سوسيو وكيفيه التعامل معها في مثل هذا الوقت. الحاجه الثالثه والحاجه الاخيره اللي هي انجاحي.
كيف ذلك؟ أكيد أي واحدة فينا عندها بيت في حياتها وتخلت على هذا البيت بمجرد أنها عرفت هذا الطرف لأنه أصبح كل شيء في حياتها. لكن أي واحدة عندها بيت في حياتها ولا حتى ما عندهاش بيت، هذا هو الوقت الوحيد أو الوقت أو الفرصة اللي ما راحش تلقيها أبدا، اللي هي عندما يتخلى عنك الطرف أنك تروحي تخدمي على أهدافك، تخدمي على أنك تصبحين إنسانة ناجحة. إذا كان عندك باك أسيب تزيري روحك في الباك، إذا كان عندك ليسونس ولا ماستر أسيب تخدمي على ليسونس تاعك، إذا عندك حلم، إذا عندك سفر، إذا عندك مشروع تريدين القيام به، هذه هي فرصتك. يعني كوني إنسانة ناجحة في هذا الوقت. كي تنجحي الطرف الثاني يصبح ضعيفا جدا أمامك. يعني من أسباب لتخلي الإنسان يندم عليك، ولا من الأسباب لتخلي الإنسان يريد العودة إليك مجددا، هو النجاح، هو كونك إنسانة ناجحة. يعني هذه نبصم عليها بالعشرة، أنك تكوني إنسانة ناجحة، تخدمي على روحك، تطوري من ذاتك، وتصبحين حاجة كبيرة في هذا المجتمع. لماذا؟ الطرف الثاني كان حاس روحه حاجة كبيرة وانت ما تسوي والو قدامه، هنا تنقلب الموازين، يصبح هو حاجة صغيرة قدامك وانت حاجة كبيرة. والرجل يعشق المرأة الناجحة، يكذب عليك اوكي، الرجل يعني زوجة المستقبلية اللي يحبها، يحب المرأة تاع دار اللي طيب، اللي تربي الأولاد، اللي تكون ذل المحاجب والمعارك إلى ما في ذلك، لكن في المقابل يحب أيضا المرأة الناجحة، المرأة اللي تكون إضافة في هذا المجتمع، لأنه يشوفها يعني بصورة أو أنتخ بارونتاز يشوفها زوجة أو امرأة مثالية. يعني سيدي تخدمي على روحك وانجحي وسوف ترين الفرق. يعني إذا خدمتي على هذا يعني التعفايس اللي قلتهم لك، اللي هي ردة الفعل أنك تبتعدي نهائيا، أنك تبارتاجي just the best moment، أنك تخدمي على نفسك وتطوري من نفسك وتكوني إنسانة ناجحة، سترين أن الطرف الثاني يريد العودة، يشعر بالندم، يقول لك أنا حاب نكون معاك ولا نولي ولا غلط في حقك. هنا لك الحرية في أنك تعطي له فرصة ثانية أو أنك تكيته pour de bon. المهم والأهم استرجاع الكرامة، وأنه كل واحد تحطيه في حجمه الطبيعي. جسبر يكون عجبكم هذا الفيديو، هذا هو فيديو تاع اليوم اللي هو كيف تجعلين شخصا ما يندم على فراقك. جسبر يكون عجبكم، وإذا عجبكم خلوا لي هنا تعليقاتكم. إذا عشتوا مثل هذه التجربة في حياتكم قولوا لي التجربة اللي عشتوها وأسكركم توافقوني الرأي ولا لا. إذا عندكم مواضيع أخرى تريدون يعني نحكي عليها في فيديوهات أخرى قولوا لي هنا، واقترحوا لي الفيديوهات اللي راكم حابين تشوفوا. وصلت إلى نهاية الفيديو، جسبر يكون عجبكم، ونحب هنا كما قلت لكم تخلوا لي تعليقاتكم إذا لكم داكو ولا لا، إذا عشتوا مثل هذه التجربة وكيف تصرفتوا أيضا. إذا عندكم مواضيع أخرى أو عناوين أخرى أو فيديوهات أخرى تريدون يعني مني باش نديرها، خلوا لي هنا تعليقاتكم، لأن تعليقاتكم تهمني كثيرا. نلتقي في فيديو جديد مع موضوع جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.